طيب دلوقتي خلينا نروح لزميلتنا دينا شرف عشان تقولنا اخر اخبار بقى الرياضيه المحليه والعالميه. دينا. فعلا يا جماعة دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري طلب تقرير شامل عن كل لاعيبة منتخبات المراحل السنية المختلفة. المدرب البرتغالي تواجد في القاهرة وشاهد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ورجع للبرتغال على أن يعود أول أغسطس لتولي مهام عمله رسميا. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف علق على حصول الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي على لقب افضل لاعب في افريقيا داخل القارة في الحفلة اللي اتعمل يوم الخميس اللي فات في مدينة الدار البيضاء المغربية. وكتب الاتحاد الافريقي على حسابه الرسمي في موقع تويتر: محمد الشناوي رابع لاعب مصري يفوز بجائزة انتر كلوب افضل لاعب افريقي. نادي اتحاد جدة السعودي أعلن تعاقده رسميا مع اللاعب طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من الزمالك. ونشر النادي فيديو على حسابه الرسمي على تويتر أعلن فيه ضم طارق حامد لصفوفه. البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني أكد أن فريقه ما بيحبش الهزيمة، لكن نتائج المباريات الودية في فترة التحضيرات للموسم الجديد ما بتتحسبش. وعلق كورتوا على غياب بنزيما وقال أن من الواضح أننا بدون كريم بنزيما نفتقد للأهداف والخطورة، ستأتي الأهداف من رودريجو أو فينيسيوس أو أسينسيو، لكن كريم هو أفضل مهاجم في العالم. المنتخب الوطني للجودو تم تتويجه بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات الفرق بالبطولة الإفريقية للشباب، وحقق منتخبنا ذهبية الفرق بعد الفوز على منتخب أنغولا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2. وبكده انتهت جولتنا الرياضية محليا وعالميا. هنطلع لفاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية ونكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.